مواجهة قوية منتظرة يستضيفها استاد الدفاع الجوي في البطولة الأقدم في كرة القدم المصرية، حينما يحل فريق النصر ضيفا على نظيره بيراميدز في مباراة ضمن دور ال 32 من البطولة، وذلك في درجة حرارة حوالي 36 درجة مئوية. يا مساء الفل والجمال على حضراتكم كل مشاهدي اون تايم سبورتس في كل مكان. البحث عن مدوات الجراح بعد الخسارة الدرامية في المباراة الأخيرة، بيدخل بيراميدز مواجهة اليوم أمام النصر بيسعى لتحقيق الفوز وتقديم أداء جيد لمنح الفريق دفعة معنوية يحتاجها أكيد في منافساته على لقب دوري نايل اللي بيتصدره حتى الآن، وطبعا الحصول على بطاقة التأهل لدور الـ16 لمواصلة مشواره في بطولة كأس مصر اللي بالتأكيد هي أحد أهداف الفريق السماوي اللي لسه بيبحث عن تحقيق أولى بطولاته في الكرة المصرية. على الجانب الآخر، في ظهور جديد لفريق النصر بيأمل الفريق اللي بينتمي لدوري القسم الثاني في تقديم عرض قوي والتغلب على الظروف الصعبة اللي عانى منها في الفترة الأخيرة من تغيرات إدارية وفنية ورحيل عدد كبير من لاعبيه، ولكن بالطبع يكون طموحه اليوم تحقيق مفاجأة جديدة في النسخة الحالية من كأس مصر، خاصة بعد المفاجآت اللي حصلت بالفعل في البطولة من خروج فريقين من ممثلي الدوري الممتاز في البطولة هم المقاولين العرب والاتحاد السكندري. الدوافع كتيرة للفريقين النهارده لتحقيق الفوز وتقديم مباراة جيدة، تفاصيل أكتر هنتابعها مع حضراتكم في سياق التقرير التالي.